المجمعات السكنيه الاستثماريه تعرف هي مشاريع وزاريه بعض الشيء، يعني البارحه كان عندنا وفد من وزاره الاعمار والاسكان والتقينا لقاء مفصل على هذا الموضوع، وتم تشكيل لجنه فنيه من محافظه ذي قار ووزاره الاعمار والاسكان لغرض حلحله جميع الامور. هناك مشاريع استثماريه سكنيه الشركات ارتأت ان تفسخ العقد مع الحكومة، وهناك شركات امتنعت عن عمل لوجود مشاكل عشائرية ومشاكل مالية. إن شاء الله احنا خلال هذه اللجنة سنضع النقاط على الحروف، إذا كانت هناك مشاكل ستذوب، وإذا كانت هناك شركات غير قادرة على العمل سنعمل على تحويل هذه المشاريع إلى فرص استثمارية أو إحالتها إلى شركات أخرى. في محافظة قرية يوجد 6 مجمعات، مجمع في سوق الشيوخ، ومجمع في ناحية الحكيكة، ومجمع في قضاء الشطرة، ومجمعين في مركز المدينة. هناك مجمعات منجزة، هي مجمع الشموخ السكني ومجمع الصدر السكني، ولكن بعض الأمور البسيطة التي يمكن حلحلتها قريبا إن شاء الله.